اعتذرنا للجميع حضرنا فريقي كله لو حد سأل احنا مين قول للتاريخ هيقول له احنا البصة احنا الهيبة عمر ما تطلع مننا هيبة كاريزما وطلة قولوا ما شاء الله قالوا عننا اجمل لعيبة واللي يسأل عننا قول له فيها مش هنخلي حد فيها بمزاجنا هنجيبها نوديها الارض ما جاش اللي يملى عنينا احنا قد الدنيا وانتوا قد ايدينا هبن اللي بيلمح ضلينا ولما بيسمعوا اسمينا واللي يسأل عننا قول له هتقول له هتقول له ولا شغلونا مهما يشبوا ولا حيطرونا محتاجين سنين عشان يسبقونا مين في جيلنا يعرف يجيلنا اللي عندنا حاجة يجي يسألنا ملوك اللعبة عارفين قوانينها نعمل كل اللي بيجي في خيالنا واللي يسأل عننا قولنا هتقول له هتقول له هتقول له الضربة بجولة هتقول له عننا ده الكل عارف نخطف انظار كل اللي يشوفنا ملوك اللعبة الكل حبيبنا البيبان بتشوفنا بتفتح عشان عالطاولة وضعينا يسمع لو زعلان هتشوفنا هتفرح جاي في نكشة هتطلع مسرح واللي